قبيلة زرقان، وتفاجأت بأنني وجدت في هذه القبيلة هناك ظلم، ظلم أمام الأعين، وظلم يعني أمام الملأ. فقلت يعني ماذا يجري؟ هل هناك قوانين؟ لا بد أن تطبق قوانين عادلة طبعا. فأدخلت شوية على الخط، أنا ما عندي، ما أعرف الملف يعني، كان أعرفه سطحيا فقط، لكن تبين بأن هناك إشكال يعني بين السلطات وبين القبيلة، فلا بد أن هذه الأمور توضح وتمشي عن طريقة قانونية حتى نوصلوا شي نتيجة. إلا بقت في هذا الصراع يعني يعني طول، وربما سيطول، لأن المشكلة أني ما دام أنها ما تحلتش لا هذا الصراع سيطول إن شاء الله. كنتمنى إن شاء الله ما يطولش بزاف. فقط شوية التاريخ، أنا زدت في المنطقة يعني شويبير زدت فيه، وكان لازال الاستعمار الفرنسي يعني هناك. فكنت كنمشي من شويبير ولجهة زرقان، ما يقال وجهة زرقان، إلى المسجد يعني قراءة القرآن، يعني أعرفه جيدا يعني عندي ارتباط به عاطفي. فكنتمنى إن شاء الله حضورنا اليوم يفتح لنا المجال يعني لواحد الحوار بناء، ويكون يعني بقراء والملف يكون يعني متكامل حتى نمشي إن شاء الله في الاتجاه الصحيح. فاعذروني يعني ما حضرت شيء يعني، فقط يعني هذا الشيء كلام يعني امبروفيزي نقولوا. ف يعني ما دام ان باب الحوار تفتح فهذا بالنسبة لي شيء إيجابي، وهذا هو اللي نقول لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في هذه الجلسة التي نباركها بطبيعة الحال جلسة الحوار ما بين قبيلة زرقان والسلطة المحلية في شخصية السيد الكاتب العام الذي يمثل السيد العامل، أعتقد أن الحوار كان مفتوحا شفافا بجميع الآراء يعني المساندة والآراء المعارضة وغير ذلك، ولكن مجمل القول يمكن أن نقول أنه أجمعوا على بطبيعة الحال أن يرجع الحق إلى أصحابه وفق الحق للجميع والقانون فوق الجميع، يعني بعرض الحجج التي تؤكد سند التملك لكل جهة معينة، للجهة قبيلة زرقان أو من يدعي أنه يتملك بعض من الأرض. على أي هذا النزاع قديم جدا جدا، والمحافظة العقارية لم تقم بواجبها، لأننا عندما تقدمنا للاطلاع على الرسوم العقارية امتنع السيد المحافظ على تسليمها، والحمد لله هذا الموقف الذي عبر عنه السيد الكاتب العام بإحضار السيد المحافظ، سوف نناقش الحجج والمستندات التي يتوفر عليها كل طرف. بالنسبة للمعتقلين، بطبيعة الحال لا يمكن كما ذكر السيد الكاتب العام أن لا يمكن للسلطة أن تتدخل في الشأن القضائي، والشأن وأعتقد أنه سوف يكون خيرا إن شاء الله، على اعتبار أن هذا يعني المتابعة ليست متابعة خطيرة جدا، إنما هو مخالفة مقتضيات التجمهر والتجمع، وفي إطار السياسة الجنائية التي ينهجها المغرب، السياسة الجنائية، وهو إعطاء فسحة من الحرية وحرية التعبير، ويدخل في إطار حرية التعبير، ولكن الإجراءات الوقائية لازمة، ففي اعتقالهم يعبروا عن إجراءات احترازية فقط،
والأصل هو البراءة حتى تثبت عكس ذلك. الأصل البراءة. وأعتقد أنه إن شاء الله بحول الله يوم الخميس سوف نرافع في الموضوع وسوف تكون النتيجة إيجابية بإذن الله، ما دام أن الحوار فتح وما دام أن كل طرف التزم بتطبيق القانون وفق الحق للجميع والقانون فوق الجميع. صفتي كموكل على القبيلة والدية وكلاء الدية مفوضة قضائية توضيح حسب العقار. العقار الآن في مسطرة قضائية، وإنني أتابع المسطرة القضائية مع موكلي الأستاذ نور الدين بوبك من خلال توضيح ديال الحجاج. نعطي للرأي العام السادة الحاضرون توضيح بالحجاج الدامغة والوثائق القانونية لعقار هو رأس القزروة. بين هاتي الوثائق أول ملكية أرض شويبي لفرق الزروان، ملكية رقم 1651 صحيفة 409 مسجلة بطلب تسجيل رقم 4478. ثانيا ملكية الساقية رقم 1613 مسجلة بتسجيل رقم 4478 بالمحافظة العقارية آنذاك. ثالثا الحكم وصل عدد 146 بتاريخ 28/12/1933 وحكمت المحكمة آنذاك في عهد الحماية الفرنسية على فيري أنطوان بالطرد من العقار. رابعا محضر المعاينة عدد رقم 777 سنة 1935 حكم مدني رقم 26 15 يناير 1936 رقم 4606 حكمت المحكمة حضوريا وهي تبت في قضية مدنية ابتدائية رفض طلب السيد فيرير والحكم عليه بالسائل. سادسا محضر التحديد التكميلي بمكتب المحافظة العقارية آنذاك متعلق بالملك المسمى الشويبي قبيلة هوارة فرق الزربان وبني على حكم الصادر المذكور في 16/1936 الذي أشهد على المطالب الأجنبي بموافقته على التعرض لفائدة جماعة الجزيرة كما جاء بمحضر التحديد التكميلي. تتمته وضعت الحدود الجديدة لطلب 4478 لفرقة الزرقان مجاور لملف رقم 142 يعني التحديد الإداري مستقل. انظر محضر التحديد المؤرخ 23/11/33 موفق مع التحديد التكميلي وأنجزت به الخريطة داخل مكتب المحافظة آنذاك في عهد الحماية الفرنسية. سابعا تنفيذ الجريدة الرسمية عدد 1268 بتاريخ 12 فبراير 1937 والتي جاء بها الظهير الشريف في عهد المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه سنة 1924 وأعد جميع العقارات الفردية والجماعية ووضح لنا بأن عقار قبيل ثوارة فرقة الزرقان يجاوره 1142 كما جاء بالتحديد التكميلي. ولهذا نطلب من السادة الحاضرون بأن ينظروا بعين الاعتبار في القضية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.